أبكي ترابك يا وطني، أتمنى أن أمرغ وجهي بتربتك، أتمنى أن أراك مبتسما ضاحكا، أتمنى أن يغرد بك كل العالم وتعود شامخا كما أنت وكما كنت، لترسم الأمل في نفس أي عراقي وكل عراقي وعراقية. برعاية المركز الثقافي العراقي في واشنطن، احتفت مجموعة أنكي للإبداع في ولاية تكساس بالشاعر والإعلامي أياد البلداوي من خلال تكريمه في حفل توقيع ديوانه الجديد بعنوان معذبتي، الحائز على جائزة في مهرجان القلم الحر في القاهرة. هذا التكريم جاء بعد صدور ديواني الأول بعنوان معذبتي اللي صدر عن دار القلم الحر للطباعة والنشر بالقاهرة، وتم تكريمي بشكل خاص، وتم أيضا في نفس الوقت منحي وسام مدينة الفيوم من قبل محافظة الفيوم. سأزرع الزيتون في سرادقك وأنثر الابتسام بين دروبك وأنشدك أغنية الرفاه وأجعل ساريتك قلوب العاشقين، راياتك حريتي وحب يدوم. بادر المركز العراقي للثقافة في واشنطن وجماعة جسر أنكي اللي تأسست حديثا في دالاس لتبني النشاط الثقافي والفني وإبرازه في هذه المدينة. هنا اليوم نوقد شمعة لتكريمه ونسافر معه في إتون سنوات عمره التي تكتنز المحبة والإبداع، فهو المخرج والكاتب والشاعر والإعلامي والصديق والأديب الذي حمل وجع الحرف ليرسم وجه صبح آخر. نوارسي أتراها هاجرت وتركتني أسكن القفار، أيتها الأحزان غادريني، أنا ما زلت أمسك بعكاس الزمان. في يوم جميل تميز بضيف متألق قدم قصائد لامست وجدان الحضور بشكل واضح، كان يراقص الشعر فتراقصنا الأماني كأننا لأحضان العراق عدنا. هي فرصة أن نبتعد عن بعض الهموم وعن قساوات الحياة وعن غربتنا وحكاياتها. كانت ساعات من الفرح الجميل أن نلتقي بالشاعر الفنان المبدع الأستاذ أياد البلداوي في هذه الأمسية تحت راية العراق، تحت ألوانه الجميلة، تحت الله أكبر. إكرام الشاعر أو إكرام الأديب فيها إكرام للبلد كله، ففرصة جميلة أن نكرم شاعر عظيم، وفكرة جميلة أن نلتقي كلنا على محبة هذا الوطن. كل الشعر اللي اليوم تم إلقاءه من قبل الأستاذ أياد البلداوي ونخبة من الشعراء الموجودين كان يتغنى بحب العراق وكان يتغنى بحب الوطن. البعد والغربة أبد مو سهلة وأبد ما تنحمل ولا تنجرع. تم دعوتي أكثر من مرة إلى مثل هذه المناسبات، وتثيرني جدا المشاعر التي أراها على وجوه الحاضرين والتي أحس من خلالها بعمق الألم الذي يحمله أصدقائي لحنينهم لوطنهم العراق. وشرفنا أيضا نمثل المركز الثقافي العراقي في واشنطن في تقديم هدية التكريم إلى الكاتب والأديب والفنان والشاعر والممثل الأستاذ أياد البلداوي. أوقفنا اليوم مشاعرنا على تخوم الإحساس الصادق والمشاعر الحقيقية في يوم يستعصي علينا نسيانه. من مدينة أرلينتون، علياء الموسوي، العراقية.